عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا غادي ان شاء الله غادي نحاولوا نتحدثوا على ان شاء الله معنا الاصدقاء اللي كيجيو معنا هما مروان بعد الزياره ديال الاحداث العجيبه. سي محمد شوفك بحفظك خويا عدم. ثمن الدخول هو 10 دراهم فوالا التذكيره تيكي بالنسبه للمغاربه 10 دراهم بالنسبه للمغاربه شكون واضحين بالنسبة للمغاربة كيلك تزعر ولا شي حاجة راه 500 درهم فوالا ها انتم هادي هو البورت من دخلنا واحد الصديق تا هو غير ريح بلاص كاع تخلع يلا فوالا دوما المواقع اللي غادي نمشيو ليهم الموقع القديم thank you.
وهذا المسجد اللي كتشوفوا دابا فهو مسجد أبي يوسف يعقوب وهو سلطان ماريني. اي مكان غادي تلقاوه هنا فغادي تلقاو بان كاين حداه واحد لوحه تفسيريه اللي كتفسر التاريخ ديالو. ان شاء الله كتعرف اقبال كبير من طرف السياح الاجانب والسياح المغاربه، فيعني المنظمين اضطروا انهم يوضعوا هذه اللوحات التفسيريه بلغات عالميه بحال هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا، فرنسيه انجليزيه واسبانيه وامازيغيه بالاضافه الى اللغه العربيه. فللأسف حنا جينا يعني المكان في واحد الظروف ديال الإصلاح والترميم، وغادي ما غاديش نشوفوا القبور المارينيين اللي كاينين في المنطقة. فتل آخر الفيديو غادي نلوح واحد الصور فيهم القبور، غادي تشوفوهم على شكل صور. دابا خلينا في المدينة، المدينة القديمة للموقع الأثري. فهاد الشيء اللي كتشوفوا دابا فهو عباره عن دكاكين كانوا في قدم الزمان هنا. ومن خلال الاشكال الهندسيه اللي كتواجد على هاد الاسوار هادو فكيتضح لينا ان كاين اللمسه الرومانيه. وهذا المكان عبارة عن قوس يسمى بقوس النصر، وكيتبقى منه فقط بعض الأساسات، أما والصور ما بقاش.
كانت الدولة المارينية هي اللي كانت هنا. كانت هذا كان حمام إسلامي. أنت غادي تشوف دابا الحمام كي داير الداخل. هادي الدخلة ديالو. هادي الدخلة ديال الحمام هي هادي. شوف كيفاش كان مبني. شوف هذا غير مرمم ولكن الأصل ديالو كان بحال هكا. إلا لاحظتو هنا هاد البلاصة هادي ها هي اللي خاوية. هذا فيستير هنا فين كانوا كيبدلو الحوايج ديالهم فهمتي. فهاد البلاصة هادي هي هنا كانوا كيجلسوا فوق هاد العباس هادو هما اللي كاينين على الصور. وكانوا كيجلسوا تما اي هالفوسيفيسه اي ركبه هنايا شتي. هنا كانوا كيبدلوا الحوايج ديالهم. وهادو هو الحمام اللي كاين السخون الداخل هو هذا. ها هو راه مسدود. هذا هو فين كان طلق السخون. طلق السخون مروان طلق السخون. المهم هذا هو فين كان داخل كيتحمو. وهنايا خلاص قلت لك راه شنو كاين. يلا اجي ندوزو هنا نشوفو. هذا ما عرفتش شنو كاين هنا اخي. المهم داخل الحمام هنا فيستير هادي الدخلة. ما عرفتش علاش سدين الحمام سدين. يلا تبعوني تبعوني يا وليداتي. وهذه واحد الحديقة فيها مجموعة من النباتات والأشجار المثمرة اللي كتعطي الثمار ديالها بحال أشجار الليمون والتين وأشجار ديال الرمان. هذا هو اللي شفنا في الحدائق العجيبة. كتبوا لي ورقة. وهذه والله يلا هذا كرف بلاطو وهذا كرف اسيا راك يعطيك سوق الصيفي. زنزانة ديال السيمو هذيك. هذا راه ليمون هذا ماشي حامض. ماشي داك الرونج.
نمشيو هنا كانوا ديروا من كانوا بيوس هنا هادو راه كانوا بيوس هادو هذا الاخر كانوا بيوس وهذا كان صور الباب كيكون هنايا في هذه الجهه هذه صحابك بحال البيوس ديالك هذا راه صح ومعقول هنايا ها هو نصوروا الحمام من الفوق ها الحمام من الفوق ها شو كي داير لما دخلناش ليه سدين الباب فوالا هانت هذا الحمام الاخر هذا غيكون سخون بزاف هذا ديال لوكا وهادو المويه وهذا البارد ها هي البيت سخون يلا هاجي هانت عاوتاني واحد البيوت وحدين اخرين هادو شادين راسهم مزيان هاد شي وحده الصور اجي تشوفوا هادي هادي كانت بحال شي ساحة هادي سي حنا غادي نقراو السمية ديالها كاينة سمية الفوالو غادي تشوف شنو كاين شوف هادو كانو مكتوبين بكتابة إغريقية الساحة العمومية هاي شوف هاد النقوشات هادو
لك فوتو سيمو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.